على عقب في الدنيا قبل الآخرة. وفيها حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري عند الإمام مسلم، وحديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان. قال صلى الله عليه وسلم، يقول إبليس للأبالسة بتوعه اللي هم الصبيان بتوعه يعني، من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. أنا بجمع ما بين معنى الحديثين يعني. ثم يرسل الشيطان سراياه تترى إلى بني آدم، كل شيطان واخد خط سير، الشياطين لا يلعبون. نحن معاشر بني آدم لو عملنا كالشياطين لا عمرنا الأرض كلها. فالشيطان يرسل سرايا، وسراياه دي ايه؟ بالملايين، زينا زي البني آدمين يعني، بل بالمليارات. كل شيطان واخد خط سير، هيعمل ايه مع بني آدم النهارده؟ ويضع الشيطان عرشه على الماء، الكرسي بتاعه اللي بيقعد عليه يحطه على المية، ويرسل سرايا إلى بني آدم. فأقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. خلاص خدوا النهار، كل واحد شغال مع بني آدم. آخر النهار يجي الشيطان يقعد على الكرسي ويقفوا طابور الشياطين دول كلهم، ويسألهم واحدا واحدا ماذا فعل في هذا اليوم. فالأولاني يقول له ماذا فعلت؟ يقول ما تركته، أي ما تركت ابن آدم يعني، حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي نمثل لها بأي ذنب من الذنوب يعني. ما تركته حتى قتل أباه. يقول له قتل أباه بس؟ يعني ما عملش حاجة غير كده؟ ده بلطجي، ده ما بيشتغلش، ده اركن اركن على جنب، ده مش شغل، ده تعال انت كمان. ها وانت ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى زنى. زنى كلكم ما تستاهلوش الاكل، اركن. ها وانت ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى شرب الخمر، اركن. وانت ما تركته حتى ما تركتها او تركته حتى قطع زوجته اربا اربا، جاب السطور وقعد يقطع فيها وبتاع والكلام ده وكيسها ورماها في الراي. يقول له بس ما عملش كده، اركن. الشيطان زعلان لان ده هو ده شغل، ده لعب عيال اللي بيحصل ده. لحد ما يجي واحد، ها وانت كمان اوعى تقول لي قتلت وعملت والكلام ده، عايز واحد يفتح نفسي. يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قعدت اقول له انت هتفضل مستعبد الى متى؟ امال الشنبات اللي معاك دي شغلتها ايه؟ ها الشارب اللي انت بتبرمه كده وبتاعه الذي يميز المرأة من الرجل، تفضل كبس على نفسك وتقول لها يمين تقول لك شمال، وتقول لها شمال تقول لك يمين والكلام ده، وتحكم فيك وبتاعه والكلام ده. زلها وعذبها وقول لها انت طالب وخلصت على كده، عشان تعرف من انت وتعرف قيمتك والكلام ده. فيقوم يقول لها ايه؟ انت طالق، طلق خلاص. انت عارف الشيطان يعمل ايه؟ يقف، ما هو قاعد على الكرسي والجماعه، كل الجماعه اللي فاتوا دول سدين نفسه ما عملوش حاجه، الا قتل ابوه ولا قتل امه ولا كلام، كله لعب عيال يعني. ها يقوم اول ما يسمع الكلام يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اليوم، واقف
على طول كده ويغضب الحوض ويقول له نعم أنت أنت أنت. هو ده الشغل. طيب السؤال هنا، كل المعاصي اللي احنا قلناها دي كبائر والطلاق مباح، يعني إذا الرجل طلق امرأته مش هيدخل جهنم يعني؟ الطلاق ليس ذنبا لأن الله عز وجل أباح الطلاق، وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف لا يصح، حتى المعنى نفسه معنى قلق لأنه ليس هناك حلال يبغضه الله، بل الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما كرهه الله وحرمه. طب إزاي الشيطان في المباح وهو الطلاق يفرح ويبقى مبسوط والكلام ده هو، وفي الكبائر يغتبط؟ قال لك ما هو أصل الذنب يمكن أن يتوب منه ابن آدم، فإذا تاب ابن آدم تاب الله عليه، يبقى عمل الشيطان اتمسح، كأن الشيطان لم يفعل شيئا. إنما الطلاق الأولاد حيشردوا، الأم حتتزوج وتسيب الأولاد، والأب يتزوج ويترك الأولاد، أين يذهب هؤلاء الأولاد وما مصيرهم؟ قال لك دول الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس على الأرض، يدخلوا بقى ده مع العصابة الفلانية وده مع العصابة الفلانية، يبقى ملأ الأرض بالشر بسبب أولاد لا أب ولا أم. إذن